مساء الخير جميعا. مع الجلسة الأخيرة من مؤتمرنا الناجح، أنا بس ثواني بحب أشكر اللجنة المنظمة، شكرا جزيلا للأستاذ إياد الشطي، شكرا لزملائي في رابطة سورية لعلم الأمراض وهيئة التميز والإبداع على المساعدات التي قدمت إلينا للقدوم والإقامة من المحافظات، كوني من مدينة حلب، من جامعة حلب، خاصة لطلاب الدراسات العليا وطلاب الإقامة. فشكرا جزيلا على التنظيم الجيد والمساعدة التي قدمت إلينا. طبعا نبتدئ جلستنا الأخيرة دكتور مالك الحميدي، إذن سيلقي محاضرة بعنوان Deficient Mismatch Repair Microsatellite Instability DMMR على MSI. مساء الخير، شكرا دكتور. 10 دقائق لو بتسمح. إن شاء الله. من 25 سنة أو أكثر شوي كان أول نجاح للمعالجة الكيماوية بشفاء ورم منتشر، كان بأورام الخصية، أورام الخلايا المنتشرة بجيرنت سيل تيومرز. الحقيقة كان هذا يعني تقدم كثير كبير، إنه إحنا عنا سرطان ومنتشر ومع ذلك كان في شفاء بالمعالجة الكيماوية. ومن وقتي إلى هلأ الحقيقة في صار تقدمات، بس التقدم اللي الحقيقة بالدراسة اللي أنا عرضت من حوالي 3 أشهر تقريبا كان لأول مرة إحنا قادرين نصل لشفاء، وإن شاء الله بتكمل لسه هن المتابعة على الدراسة رح تكمل بدون ما نتعرض المريض لا للمعالجة الجراحية ولا الشعاعية ولا الكيماوية. رح أحكي دقيقة واحدة على مقدمة على الميكروساتلايتس والمسماتش ريبير، بعدين رح أدخل بالموضوع. هلا الميكروساتلايتس هي عبارة عن تتالي لنكليوتيدات عم يتكرر بمناطق من الدي ان اي. هالمناطق هي اسمها الميكروساتلايتس، هي موجودة بشكل طبيعي عند كل الناس وبكثرة، تقريبا في حوالي 500,000 ميكروساتلايت ضمن الجينوم البشري. المسماتش مثل ما بتعرفوا بالدي ان اي في عندنا شريطين عم يرتبطوا مع بعض بروابط هيدروجينيه. الاسس الازوتيه عندنا السيتوزين عم يرتبط دائما مع الجوانين، والادنين دائما بيرتبط مع الثيامين. لما بيجي بال السيتوزين او الجوانين او الادنين او الثيامين اساس ازوتي ما مناسب له، مثلا سيتوزين اجى باله ادنين، هون بيصير شيء اسمه المسماتش. هذا الشيء بيصير بشكل متكرر بجسمنا كل يوم على مدار الدقيقة، ولكن في سيستم اسمه المسماتش ريبير بيقوم بإصلاح هذا الشيء. هلا لما المناطق، بنرجع للميكروساتلايتس، مناطق الميكروساتلايتس هي مناطق بيصير فيها كثير مسماتش أثناء عملية تضاعف الدي ان اي، لكن وجود هالأربع بروتينات هدول الأربع بروتينات بيقوموا باكتشاف حدوث مسماتش وبيقوموا بإصلاح المسماتش هذا اللي عم يصير. طبعاً ليش المناطق الميكروساتلايتس الحقيقة بتتعرض أكثر لمسماتش أكثر من باقي مناطق الدي إن إيه؟ لأنه الدي إن إيه بوليميريز لما عم يقوم بعملية نسخ الدي إن إيه عم يصير نتيجة وجود تكرر للنيوكليوتيدات، هاي بيصير عملية انزلاق سليبس للدي إن إيه بوليميريز، بالتالي بيصير عنا مسماتش. بالوضع الطبيعي المسماتش لما بيتم إصلاحه وجود هالأربع بروتينات الأربعة اللي بتقوم بإصلاح الخلل هذا اللي صار عادة ويكون بترجع الأمور لوضع الطبيعي. في إذا كان في عنا ديفيشنسي بآلية المسماتش، هالديفيشنسي هذا بيصير عنا هالخلل اللي صار، هالمسماتش هذا ما عم يتصلح، بالتالي عم يضل موجود ضمن الدي ان اي. إيمت بيصير هذا الخلل؟ هذا الخلل بيصير لما واحد أو أكثر من هالبروتينات هي ما عم بيقوم بوظيفته بشكل سليم. هلا في تعبير اسمه MSS اللي هو Microsatellite Stable، لما ما يكون عندنا البروتينات الأربعة عم تشتغل بشكل سليم. لما يكون عندنا MSI Low Microsatellite Low، هون في عندنا بيكون خلل ببروتين واحد واخواته ثلاثة هن عم يقوموا على تغطية هذا الخلل، بالتالي هذا اسمه MSI Low. MSI هاي لما يكون عندي خلل ببروتينين أو أكثر، بالتالي هون ما رح يقدروا يصلحوا هذا الخلل. بالدراسات حاليا بتعتبر الميكروساتلايت ستيبل وميكروساتلايت انستابيليتي لو هن انتيتي وحده، وبيعتمدوا فقط بدراسات على الميكروساتلايت انستابيليتي هاي. هذا الحكي الحقيقه وين بيفيد بالناحيه السريريه؟ نحن عندنا تقريبا
جزء مهم من الأورام بيكون في عندهم ديفشنت مسماتش ربير. أهم الحقيقة هي بالإندومريتريال كارسينوما والكولون كانسر، وباقي الأورام تقريبا حوالي 10% من الحالات في عنا بيكون عنا ديفشنت مسماتش ربير. هلأ رح أحكي عنا اللينش سيندروم، اللي هي الحقيقة الهولمارك باللينش سيندروم أنه في عنا ديفشنت مسماتش ربير، عم يصير مسماتش والجسم مو قدران يصلح هذا المسماتش. اللينش سيندروم الحقيقة بتعمل كتير أورام، لكن أهمها هو سرطان الكولون، سرطان بطانة الرحم. لازم نعرف أنه أغلب حالات ديفيشنت مسماتش ربير بالأورام هي حالات سبوراديك، ما هي حالات وراثية. مثلا إذا أخذنا أورام الكولون، 15% من أورام الكولون بيكون في عندهم مسماتش ديفيشنت، ومع ذلك بيكون عندنا بس 3% عندهم لينش سيندروم، و 12% بيكون عندهم سبوراديك كيسز. هلا هذا الحكي نرجع نشوف نحن كيف بدنا نطبقه من الناحية السريرية على هالحالات. اول شيء هون كيف بدنا نكشف نحن وجود مس ماتش ديفيشنسي. الحقيقه الطريقه الاولى هي الامينو هيستوكيمستري. بالامينو هيستوكيمستري في عندنا نحن اربع بروتينات، بتعمل تلوين للبروتينات الاربعه. اذا البروتينات الاربعه تلونوا معناتها هون الحاله هي بروفيشنت مس ماتش. اذا كان في احد البروتينات ما تلون بكون عندنا ديفيشنت مس ماتش. بس الحقيقه في بعض الحالات ما الامينو هيستوكيمستري ما بتكشف وجود خلل باحد البروتينات، البروتين لانه بيكون لساته محافظ على انه قدران يرتبط بالانتي بودي، بالتالي عم يتلون، بس هو من الناحيه الوظيفيه ما عم يكون عم يقوم بوظيفته. لذلك الحالات الادق لحتى تحصل على دقه انه في عندك انت ميكسر ساتلايتس انستابيليتي هاي، حتى تقدر تكشفها بشكل افضل لازم تعمل بي سي ار. البي سي ار لانه بيعمل لك فانكشنال ميجر لوجود ام اس اي. هلا كل حالات الدي ام ام ار بالاورام بيكون في عندنا ارتشاح بخلايا لمفاويه. الجسم لما جهاز المناعي بجسم لما عم يقول انه في هالمنطقه هي بمناطق الميكرو ساتلايتس في عندنا كثير مس ماتش، في عندنا طفرات كثير، الجهاز المناعي عم بيبعث الخلايا اللمفاويه للمكان اللي فيه الورم. لذلك كل الاورام اللي فيها ديفيشنت مس ماتش ربير، اذا بتلاحظوا انا ملون هون الخلايا اللمفاويه مرتشحه حول الجزر الورميه. هون لاحظوا كمان نفس المنظر بس كبرناه شوي، في عنا الخلايا الزرقاء هي كلها خلايا لمفاوية مرتشحة حول الخلايا الورمية. هذا الحكي كله ما بيفيد المريض، بيفيد المريض، المريض بده يعرف انه بده يتعالج. رغم انه الخلايا اللمفاوية مرتشحة ضمن الأورام، مع ذلك عم يكون انذار هدول المرضى افضل بشوي من المرضى اللي ما عندهم ترشح خلايا لمفاوية ضمن الأورام. بس هذا الشيء فادنا لما فهمنا نحن كيف الخلايا الورمية عم تقدر تتجنب الجهاز المناعي عن طريق آلية الانتر اكشن بين البي دي 1 والبي دي ال 1. البي دي 1 هو عبارة عن مستقبل موجود على سطح الخلية اللمفاوية. هذا الخلية اللمفاوية الخلايا الورمية في على سطحها البي دي 1 بي دي ال 1 اللي هو بروجرام ديث ليجاند 1. الخلايا اللمفاوية بالحالة العادية لما بتشوف البي دي ال 1 بتعتقد انه هالخلية هي خلية من الجسم، بالتالي ما بتقوم بمهاجمتها. هي الآلية نفسها اللي من خلال الجنين بتجنب الجهاز المناعي تبع والدته، رغم انه الانتيجينات تبعه هي انتيجينات مختلفة. فنحن إذا قدرنا نكسر الانتر اكشن بين البي دي 1 والبي دي ال 1، هون نحن عم نقدر نعري جهاز الخلايا الورمية أمام الجهاز المناعي، بالتالي بتقوم الخلايا اللمفاوية بمهاجمة الخلايا الورمية. هاي هي الدراسة اللي قلت لكم عليها، نشرت من 3 أشهر، واللي كان الحقيقة فيها يعني النتائج لأول مرة أن إحنا بدون استخدام علاج كيماوي وشعاعي جراحي عم نقدر نوصل لحالة شفاء بالأورام الصلبة. نحمل الوضع العادي الأورام المستقيم، نعمل معالجة كيماوية شعاعية على الورام، نحرقه بالمعالجة الكيماوي الشعاعية، بعدين بنتداخل عليه جراحيا. هذا هو الستاندرد أوف كير. لما لقوا إنه المعالجة المناعية مفيدة بالميتاستاتيك ديزيز، قالوا خلينا نجرب هالمعالجة هاي باللوكال أدفانس ديزيز. دراسة هي بروسبكتيف فيس 2، كان فيها دواء دوستارليماب، هو عبارة عن انتي بي دي 1، لما اخذوه المرضى لمدة 6 أشهر كل 3 أسابيع. طبعا المرضى اللي رح يحصلوا على الكومبليت ريسبونس كان القرار ان احنا نراقبهم، ما نبعثهم لا على المعالجة الكيماوية والجراحية ولا على المعالجة الشعاعية. البرايمري اند بوينت تبع الدراسة كان انه قديش في مرضى بضلوا بكومبليت ريسبونس بعد سنة من استخدام اخر جرعة من دواء دوستارليماب. الحقيقة النتائج كانت مذهلة حتى للي قاموا يعني بالبحث. الدراسة كان فيها 12 مريض، ال 12 مريض كلياتهم حصلوا على كومبليت ريسبونس، والكومبليت ريسبونس هي استمرت. حاليا المتابعة لهدول المرضى، في مرضى أكثر من 6 أشهر، وفي مريض وصل ل 25 شهر ما في منهم ولا مريض نكاس. إذا نحن أمام حالات في مرضى عندهم ورم صلب استخدمنا لمعالجة مناعية،
وهلأ عم نراقبهم، ومع ذلك ما واحد منهم خلال كل الفترة هاي وصلت لأكثر من سنتين عم ينكس بهدول المرضى. الشيء المميز الثاني أنه ما كان في ولا grade 3 4 toxicity على بنتيجة استخدام المعالجة بهاي الدواء. هلأ أنا رح أحضركم صور، شوفوا أنتوا هون هاي الحالة، الورم المستقيم بالبيز لاين بعد 3 شهور، بعد 6 شهور كيف الورم اختفى، كيف السماكة اللي كانت موجودة على الرنين المغناطيسي اختفت، كيف التثبيت اللي كان بالبيت سكان كمان اختفى. هذا مريض تاني نفس الشيء، في عنا complete response إذن بالسريري بالرنين المغناطيسي وبالبيت سكان، وحتى لما أخذوا خزعات، الخزعات تبين وجود نخر كامل بهاي الأورام. الحقيقة هاي الدراسة دراسة بتخلينا نعرف تماماً إنه الفهم الأساسي كيف عم تصير الآلية البيولوجية لحدوث المرض، المولكيولر بيولوجي أو باثولوجي، هي الطريقة المناسبة لحتى نحن نقدر نحل مشاكل الأمراض الصعبة. بتشكركم. شكراً دكتور على الوقت تماماً.